هل يجوز أن أقول أعمل بالنيابة عن فلان؟ نعم أو لا؟ نعم يجوز تقول أعمل بالنيابة عنه، لأنه من نابة نيابة. النيابة هي أن تقوم مقام غيرك، هذه أنت نبت الآن عنه. لكن لعلك تسأل سؤالا آخر، وهو هل يجوز أن تقول بالإنابة عنه؟ وما الفرق بينهما؟ إذا قلت بالإنابة عنه طبعا جائز، لكن الفرق بينهما دقيق، وهو أن الإنابة من أنابة، يعني راعينا فيها أنه أنابك، فأنت الآن بالإنابة عنه بما أنه قد أنابك. أم بالنيابة عنه، إذا كان بالنيابة عنه فهذا من فعلك أنت الذي نبت عنه، نبت عنه إما أنه أنابك أو أنت فعلت هذا. هذا صحيح وهذا صحيح، لكن هذا معنى الإنابة وهذا أيضا معنى النيابة، لكل معنى.